هل أخلى الصدر مسؤوليته عما سيحدث في المرحلة القادمة من فشل في إدارة الدولة أو عدم قيام الحكومة القادمة؟ هو متنبؤ ولا بس نخلي الفرضيات بأنه ممكن مثل ما قال أستاذ كاظم. لا أنا ما أحكي بالفرضيات ولا أحكي على شيء غيبي. أوه تفضل. أقول أنه فلان يدري لو هو أخذ، لا أنا أحكي على تحليل واقع. أخلى الصدر يعني مسؤوليته؟ سيد مقتدى الصدر يتحمل جزء من مسؤولية الوضع المتردي في العراق. شنو النبي هو؟ حتى هاي كلمته هو الآن هسه مال لا كذا وشكر للطاعة. شنو شكر للطاعة؟ قول شكر للتعاون، قول شكر للتفاهم. ما عندنا إلهية احنا هنا. لا باعتبار كتلته شكرا لطاعته. شوف حجي بقى عليه، خليني اقول لك احنا ناس واقعيين، ناس احنا نريد نصير لا للإلهية مهما كانت ولا للعبودية مهما كانت. جماعة مطيعين إليه. اسمح لي بقى. لا جماعته مطيعين إليه يا استاذ. كمل جمال استاذ. راح اقول لك شيء، انا اعشق الحريه. سيد مقتدى الصدر على عيني وعلى راسي صديق، بل ربما يدافع عني، تفهم شلون؟ لكن شكر للطاعه ونحن على الصدر. هذا بالعمل السياسي احنا نريد عمل ديمقراطي. طيب لذلك هو ايضا يتحمل مسؤوليه كبيره من ما حضر. ليش هو مو اللي جاب المالكي من 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 خسر بالانتخابات وجاء يا العلاوي جاب شقد؟ مو 89 جاب؟ نعم. والمالكي شقد جاب؟ اعتقد 87 كذا. من اللي انقذ الموقف؟ انقذ الموقف هو. اختلقوا هاي مشروع الكتله النيابيه الاكبر واللي بعدين طارق حرب هو قال انا غلطت ولا هذا، وجابه هو اللي جاب عادل عبد المهدي، هو اللي جاب كذا، فهو ايضا يتحمل المسؤوليه الكبيره.